يعيطوا ما غاديش نعمر الشرابه كامله لانني عارف راسي غدا يعني غادي نبدلو فهاد الجرام هذا شنو غادي نعمل له؟ انا عندي غير جوج العصافير يعني نعمر له غير ربع الشرابه اولا نص ديال الشرابه مثلا الا خفت مثلا يساليوها وخا ما غاديش يساليوها لان الجو دابا نتوما عارفين اصدقائي الجو شويه معتدل ما كاينش الحراره ولا شي حاجه فالطيور ما كيشربوش بزاف لذلك انا غالبا ما كنقدم لهم في الباطي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما الطويرات ديالكم العصافير ديالكم الطويرات هما العصافير لا فامي ديالكم حتى هي اصدقائي مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا نشارك معكم يعني نقدموا العصافير يعني واحد المكمل غذائي اللي كتشوفوا القناه اول مره ما ينساش الضغط على زر لايك ابوني والتعليق معكم ساهل وتحياتي لكم كاملين اليوم الاصدقاء يعني قدمت المنتوج ديال الامي فيت كتشوفوني كنقدمو في الباطي مع الباطي اليوم ان شاء الله يعني قدمته يعني في الماء طريقه الاستعمال ديالو سهله جدا اصدقائي كما كتعرفوا يعني الدراري اللي كيخدموا به اغلبيه المربيين كيخدموا به كتجي فيها هذه المغرفه هذه ها هي الفوط المغرفه هذه فيها غرام غرام طريقه الاستعمال ديال هذا الغرام هذا ف بالنسبه للخوت نوريكم واحد الورقه اذا جينا نشوفوا الورقه كما توصي الشركه فهي هذه الورقه ديال اصدقائي يعني كتجي كتجي بزاف ديال اللغات من الفرنسي من الانجلي من البرتغال من بزاف ديال اللعيبات ف هنا خلينا غير الفرنسي اصدقائي كما كتعرفوا ف اذا جيتو تشوفوا كاينه هنايا لا شريتو هذه يعني غادي تجبروا الطريقه الاستعمال فيها لان بزاف الاخوان كنشوف الطريقه الاستعمال ديالهم يعني كيكتبوها المتتبعين يعني غلطه صراحه فانا حبيت يعني ملي عملنا قدمنا العصافير نشارك معكم يعني الطريقه اللي كاينه هنايا اصدقائي فهنايا كما كتشوفوا الطريقه ديالها وهاد الطريقه هذه يعني مثلا ما عندكش الطغرات بزاف يعني ممكن انك تقلل الكميه ماشي الكميه كامله اللي ديال واحد غرام مثلا عندك غير زوج ديال الباتجي فانت ما يمكنش تمل 4 لتر الماء غتعطيهم ديك الباتجي كاملين يعني غتمل نصف الكميه او لا ربع الكميه فالطريقه الموصليه واللي كاينه هنايا اصدقائي فشنو كيقولوا لك واحد غرام كتساوي 250 ملي ها هي فين راه قدرتوا تشوفوها انا نخليها لكم اصدقائي ها هي تشوفوها هنايا ها هي واحد غرام كتساوي 250 ملي ديال الماء يعني 250 هي 4 لتر ديالنا اصدقائي 200 ملي ديال الماء هي 4 لتر اولا 100 غرام ديال الباطي ها هي فين ها هي كما كتشوفوا اصدقائي ها هي ولا 100 غرام ديال الباطي يعني هذه الشركه اللي كتباها يعني ماشي انا اللي كتبتها اولا شي واحد اللي كتبها يعني هذه الشركه اللي كتوصي بها هادشي اللي كاين اصدقائي فانت يعني الا ما كانوش عندك طويرات بزاف صديقي عندك غير كوبله وحده مثلا اولا جوج كوبلات مثلا يعني ما تخلطش 4 لتر كامل لان خصك يعني تقريبا كل يوم يعني تبدل ديك الماء لان الفيتامينات انتم عارفين يعني البغيان كيفقدوا الفوائد ديالهم الى بقاو بزاف فهادي غتشبر صديقي تعمره اما نوريكم يعني الطريقه مثلا هذه هي مغرفه فهنا اصدقائي يعني كما كتشوفوا هنايا ها هي فيني فهذا غرام انت عندك غير جوج طويرات انا هذا الغرام هذا يعني 4 لتر ما غاديش نعمر الشرابه كامله لانني عارف راسي غدا يعني غادي نبدلو فهاد الغرام هذا شنو غادي نعمل له انا عندي غير جوج العصافير يعني نعمر له غير ربع الشرابه اولا نص ديال الشرابه مثلا الا خفت مثلا يساليوها وخا ما غاديش يساليوها لان الجو دابا نتوما عارفين اصدقائي الجو شويه معتدل ما كاينش الحراره ولا شي حاجه فالطيور ما كيشربوش بزاف لذلك انا غالبا ما كنقدم لهم في الباطي وكلشي شيء كنعطيها في الماء فانا اليوم ملي بغيت نجربها في الماء بغيت نعطيها لهم في الماء انا شاركت معاكم فهاد الغرام هذا غادي تقسموه يعني تقسموه على 4
كذلك غادي تقسموا الكميه ديال الماء، فاربع لتر غادي تقسموها على اربع وتخلطوا الكميه، يعني ربع هذا ربع غرام مع ربع ديال لتر ديال الماء اصدقائي، ربع نص ربع، يعني ربع لتر ديال الماء تقسموها على اربع وتخلطوا معاه هذيك الربيع ديال الغرام، يعني باش ما يديلكمش من قدركم في هذا بزاف، كتحافظوا على المكمل الغذائي يعني باش يضرب لكم مده طويله، وكذلك كتحافظوا بالنسبه للعصافير ديالكم، يعني ما تضيعوش ربع لتر كامل على زوج ديال الفازي، فهمتوا يعني خصكم يعني تكونوا كتفكروا في هذه القضيه هذه. فانا ملي كنخلطوا راه تقريبا كنخلط زوج لتر ديال الماء، كنستخدم 8 ديال المعالق ديال الكراف، فهذه كما كتشوفوا هنايا قريبة سالة، هذه جوج لتر ماء معدني أصدقائي، فهذا الشيء اللي كاين، حبينا نشاركوا معكم هذه القطعة. كذلك بالنسبة للفيرتيفيك أصدقائي، الفيرتيفيك كمعلومة عليه يعني الزربة الزربة أصدقائي، خصنا نعملوا فيديو ديالو بوحدو، حتى هو غرام في ربع لتر أولا غرام 100 غرام ديال الفاط. هذا الشيء اللي كاين اصدقائي، تحياتي ما نطولوش عليكم في هذا الفيديو هذا، الى عجبكم الفيديو كتبوا لنا في التعليق نكملوا كذلك نعملوا شي فيديو على الباك على التيرتيفيك وعلى المكملات اخر اللي عندي، تحياتي شكرا بزاف. فهانتوما الخوت يعني كما كتشوفوا الشريربه يعني ما عمرها كامله، يعني باش ما كنتزدوش الكميه كنقتصدوا فيها، فهانتوما الخوت كما كتشوفوا يعني جميع العصافير يعني عندهم كميه شربة مع مرات، سبحان الله ما ذلك الخوت، سبحان الله ما ذلك، سبحان الله ما ذلك، يعني الشربة ما كنعمروهاش بزاف، يعني كنعمرو غير شوية، كما كتشوفو هنايا الخوت، كذلك حتى كارو بسيطة فينا نهادو بقى نزيدو نهادو أصدقائي، هاهما كيما كتشوف، أنا عندي هاد المشاغب هذا الخوت، كوكو، 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 أجي هنا أجي هنا، كوكو، راه كيهضر الخوت كيقول شي كلمات بحال كوكو مثلا، سبحان الله ما ذلك، كوكو. هادك البسيط حتى هما غادي نعطيهم ان شاء الله عندنا كوبلانا يا اصدقائي، غنعطيو سنة هاد الفراخ هادو يعني كلشي غادي نعطيوه ان شاء الله، نوريكم كوبلة كويكر تشوفوها حتى هي عطيتها هنايا البارح شوية ديال التيرتيفيت غادي نبدلها، سبحان الله وما ذلك.